مرحبا بكم، أهلا وسهلا في الزاد كلاس روم، الشان يوتيوب اللي تعودتوا أنكم تتابعوا فيها تو سكي كونسرني في لي ماتيير ماتيماتيك كيك سوا مات أناليز أو بيان مات الجبر ستاتستيك إي بروبابيليتي إي ميكرو إيكونومي. اليوم إن شاء الله في الإبيزود هذي باش نحاولوا أنه نقراو ولا نفهموا مع بعضنا إن بارتي من الماتيماتيك اناليز اللي يقراوها او نيفو دو بروميير اني كيك سوا في الانفورماتيك والا في جيستيون ولا ايكونومي اللي هي لا لوجيك اي لونسومبل ماتيماتيك والا لوجيك ماتيماتيك اي انسومبل. دونك عندنا حاجتين في البارتي هذه، سي لا لوجيك ماتيماتيك اي لونسومبل، زاد باش نشوفوهم بالضبط على شنو يحكيو. ان فيت كيما تلاحظوا فما دو بارتي في الكور هذايا اللي هو اللوجيك ولي زونسومبل، وحدهم كل واحدة واحدة. باهي، في البارتي نتاع اللوجيك باش نتعرضوا النوسيون اللي هو لا بروبوزيسيون، لا بروبوزيسيون او بيان ثم شكون زاد يسميها ان اسيرسيون. دونك باش نلقاو لهنا ان بروبوزيسيون بي، شو معناها ان بروبوزيسيون بي، باش نعطيو كيك ديفينيسيون ان فيت، والا نلقاو زاد ان بروبوزيسيون نسميوها كي، ثم ثم شكون اللي يسميها زاد بروبوزيسيون ار، انسي سويت انسي سويت. كيف كيف باش نشوفوا مع بعضنا ان شاء الله لي كونكتور لوجيك. فما دي كونكتور ماتيماتيك اللي نعرفوهم قبل، كلي مثلا كيما لو بلوس، كيما لا نيغاسيون، كيما لا ملتيبليكاسيون لو فوا، كيما ديفيزيون. اسكو في اللوجيك باش يقعدوا هما بيدهم الا باش يتبدلوا؟ En fait, je n'ai la négation d'une proposition. C'est quoi la négation? Elle est normalement c'est la négation les opérateurs mathématiques. On a la conjonction elle est la multiplication. Ou bien je trouve le symbole de ça. Elle est écrite comme une haka, comme le V, le maqlouba. Ou je note le tacrabe double. Je vous aide à la disjonction et les trables fait les opérateurs mathématiques, c'est le plus. Je vous aide à en fait, c'est V, le maqloub m'ta la conjonction. Je vous aide à l'implication. L'implication, normalement, on a le point, c'est impliqué, j'ai vers impliqué. Femme à l'équivalence, on a l'équivalence, voilà. Ou bien, je vous aide à qu'bal, c'est le col. Une notion jadide, ma, les connecteurs ou quel chose, la table, il s'appelle la table de vérité, ou elle, comme je connais, s'appelle, c'est le tableau de vérité. Donc, je trouve le tableau de vérité, elle est chenoua, ou qui fait, je m'attends que j'ai qu'exercice, qui est table de vérité, qui fait, je peux ch'tacht mon bazabt. Qu'est-ce qu'il fait, comme le, c'est la loi de Morgan, chenoua, la loi, elle est, ou chenoua, colonne, ou, autre partie, les connecteurs logiques, c'est la contraposée. La contraposée. كيف كيف من بعد نشوفوا لي كونكتور لوجيك باش نلقاو في نوتر بارتي اللي هي سما لي كونتيفيكاتور لوجيك، اللي باش نلقاو فيها لي كونتيفيكاتور يونيفرسيل اللي هو كيلك سوا، هذا السمبول هذايا نقراوه به برشا، واللي تسمى زاد بور تو سوا ديزون كيلك سوا اكس مثلا هنا ابارتيان ا ار، سوا ديزون لونسومبل هذايا ار، واللي تقرا زاد بور توت اكس دون ار. Voilà, pour tout x appartient à R. Mais, ou, on a un autre quantificateur, le quantificateur existentiel, ou existe-t-il un x appartient à R, sachant que, tatati, tatata, comme z, un cas particulier, le quantificateur existentiel, il y a l'existence unique. Détecté de Kiffenhack, voilà. C'est existe-t-il ou bad un point d'exclamation. Voilà, au fait, je vais chauffer la négation des quantificateurs. Une partie est les ensembles. Quand on dit les ensembles, normalement, on a qu'il y a avec les ensembles, soi-disant, les ensembles mathématiques, généralement, ou on a dit qu'on a fait l'ensemble N, c'est le nombre d'entiers matériels. Femme à l'ensemble Z, femme à l'ensemble D, femme à l'ensemble Q, femme à d'autres ensembles, femme à R, femme à C, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer. Les ensembles,
لكن يقصد في لي زونسومبل دون لو كا جينيرال، كي يبدا قدامك انت ان انسومبل وفيه دي سوز انسومبل، باش تشوفوا شنو هو الديفينيسيون تاع لونسومبل وشنو هما لي بروبريتي جينيرالمون لي في لي زونسومبل بما فيهم. ثم عنا لانكلوزيون انكلو، يقول لك ا انكلي دون بي مثلا، ا يقول لك انكلو كيما هكا، كيما سي تبدا طويله هكا شويه، ولا يقول لك ا انكلي دون بي. فما لينيون، يقول لك ا اينيون بي، كيفاش نطلع لي ريزلتا نتاعهم. عندنا الانترسكسيون، الانترسكسيون هي العكس نتاع لينيون، دونك ال A انتر بي شنو يعطيو ولا شنو الريزلتا نتاعهم كيفاش نلقاه. لو كومبليمونتير والا لا نيغاسيون زيد، كي نشوفو مثلا A بار عندنا مثلا ان انسومبل A والا ان سوز انسومبل A، ونحبو نعرفو ال A بار اكوات ايكال، فهم هذه نقصد بها لا كومبليمونتير دو A. كيف كيف اخر حاجه باش نشوفوا لا ديفيرونس، كل يقول لك ا بريفي دو بي والا بي بريفي دو ا، كيف كيف باش نشوفوا ان كا بارتيكولي اللي هي لا ديفيرونس سيمتريك، واللي تكتب ا هذه دلتا ا دلتا بي اللي هي ستي تقرا ستين ديفيرونس سيمتريك، باش نشوفوا زاد الفورميلاسيون تاعها ولا اكوات ايجال بالضبط كيفاش نطلع. يلا بينا نبداو في البارتي الاولى اللي هي اللوجيك ماتيماتيك. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في الابيزود اللوجيك ماتيماتيك. باش نبداو ان شاء الله، اول ما باش نبداو نعطيو ديفينيسيون على بروبوزيسيون والا تسمى زاد اسيرسيون. باهي شنو واجب لاسيرسيون لو لوجيك؟ باهي اول حاجه اللوجيك ماتيماتيك سي تيم بارتي باش يقراوها او نيفو دو بروميير اني في لونيفرسيتي، باش نفهمو كيما اسم على جسمه المنطق في الرياضيات شنو يقول بالضبط. باهي باش نفهمو هالمنطق هذا شنو يقول، باش ناخدو احنا عبارات والا دي زيكسبرسيون والا يتسماو زاد دي ديكلاراسيون والا تسميوهم زاد معطيات. لكن هاللي ديكلاراسيون ولا لي زيكسبرسيون هذو ما ينجم يكونوا ماتيماتيك كيما ينجم يكونوا ماهوش ماتيماتيك. مثلا نعطيك انا اكزامبل، نقول باش نعطي انا ديكلاراسيون سوا ديزون، نقول 2 بلس 3 ايغال ا 5 تو. كما قلت لك لو ناخذ انا الاكسبرسيون هذه 2 بلس 3 ايغال 5، هذه تتسمى ستين اسيرسيون والا ستين بروبوزيسيون، هذه ستين بروبوزيسيون ماتيماتيك. لو فرضت ان نعطيك انا بروبوزيسيون اخرى سوا ديزون لكن ماهيش ماتيماتيك، سوا ديزون احنا توا في فصل يبدا كله شمس وكل كل شيء، ما فما حتى سحابه ما فما شيء، لكن يجي واحد من صحابي يقول لي راهي المطر تصب، هي بيدها زاد هذه ستين اسيرسيون، سيت اون بروبوزيسيون. لكن في الواقع المطر ماهيش قاعده تصب، دونك شو نقولوا؟ نقولوا ستين اسيرسيون والا والا ستين بروبوزيسيون فوس. دونك من هنا نفهموا في لي دو اكزومبل هذوما انه لو بروبوزيسيون تنجم تكون فري كيما تنجم تكون فوس. دونك بار ديفينيسيون l'assertion ou elle ou bien dit la proposition c'est une expression ou elle déclaration qui peuvent être vraies ou bien fausses. Donc ما تنجمش تحتمل زوز لي ريزولتا لزوز مع بعضهم، دونك يا تنجم تكون فري يا تنجم تكون فوس. نعطيك اكزومبل اخر، سوا ديزون انا قلت راهي 2 strictement inférieur à 1، هذه سي تي اسيرسيون، لكن سي تي اسيرسيون احنا اللي نعرفوه قبل في المات قالوا لنا ديما العدد زونتي مثلا 2 strictement اكبر من 1. كي جي انا نشوف هذه نقول انه ستين اسيرسيون فوس. به كيف كيف نجم نقول كيلك سوا اكس ابارتيان ا ار، دونك جينيرالمون سوا ديزون ابارتيان ار ار ايتوال مثلا ولا ار ار ايتوال بلس، اعطيك ان اوتر اكزومبل، ار ايتوال بلس كون ار ايتوال بلس يعني من قبل يعني من بعد الزيرو، الزيرو نابارتيان با لهنا حتى يكشف العدد البوزيتيف الكل. دونك نقول انه
x ou elle x est inférieur à moins 1. هذه ماهيش لوجيك، علاش؟ خاطر الاكس توجور موجود في الاعداد الصحيحه اللي اكبر حتى من الصفر، ومن بعد نجي نقول انا راهو اكس اصغر من موان زان. نو، سي ان اسيرسيون فوس. واضح؟ باهي، توا كيما تفهمنا انه هل لي بروبوزيسيون هذوما هو لي اسيرسيون هذوما بوف تيتر فري والا فوس، يلا بينا توا باش نعملو جيست ان بيتيت نوتاسيون باش نسمي سوا ديزون لاسيرسيون هذه الاولى سميها ان بي نسبه لي بروبوزيسيون، وهذه باش ناخذ مثلا لتر اخرى ونسميها سوا ديزون كيو، سوا ديزون هذه نسميها ار. دونك البي والكيو والار جوست سي دي نوتاسيون باش ما نقعدوش احنا نكتبوا ليكسبرسيون هذه الكل. باهي، الور لا، انا في هالتابلو الفارغ هذايا باش نحط الاحتمالات نتاع بي الكل، باش ناخذ انا اكزومبل نتاع بي و كي والا دو اسيرسيون هكا هما، وباش نشوف نوسيون جديد باش يدخل علينا في اللوجيك اللي هو يتسمى ان تابل دو ماتيير والا ان تابلو دو ماتيير ان تابلو دو فيريتي والا اي تابل دو فيريتي يتسمى كيف ما جا. ونشوف شنو كيفاش نجمعوا فيه لي دو اسيرسيون هذوما، ولا نجمو حتى يكونوا تروز اسيرسيون ولا حتى اكثر، وشنو لي زوبيراسيون اللي نجمو نعملوهم ما بيناتهم. كل قايل شنو هي لي زوبيراسيون؟ يا اخي احنا مش قرينا قبل كونو لي زوبيراسيون ماتيماتيك اللي هي البلوس والموان، وعندنا لا ملتيبليكاسيون وعندنا لا ديفيزيون. دونك اسكو في اللوجيك ماتيماتيك هما بيدهم باش يقعدوا هذوما لي زوبيراتور هذوما ماتيماتيك، اسكو باش يقعدوا هما بيدهم في اللوجيك والا باش ولا باش يتبدلوا؟ وكان باش يتبدلوا شنو باش يتبدل معاهم بالضبط؟ وحتى النوتاسيون تاعهم اكيد باش تتبدل. دونك قبل نعرفوا احنا انه مثلا عندي انا اديسيون لهنا 2 بلس 3 تعطيني 5، زعما البي بلس كي شنو باش تكون؟ يا اخي نورمالمون تو واحد واحد وليتيديون باش يفهم يقول بويسك انت لي دو ولا البروبوزيسيون هذه تحتمل ريزولتا من دو، يا اما تكون فري والا تكون فوس، دونك لي ريزولتا حتى لهنا باش يتبدلوا، ما عادش باش يوليو ارقام، باش يوليو جيست دي لتر، يا اما باش تكون فوس والا باش تكون فري. باه، باش ناخو انا مثلا لهنا قبل كل شيء، خاطر مانيش باش نختصر كان ليكزومبل فيه دو بروبوزيسيون، جيست باش ناخو انا تروا بروبوزيسيون، لكن من بعد باش نرجع لدو بروبوزيسيون وكاهو. باه، باش ليتيديون يفهم قداش عندها من بوسيبيليتي البروبوزيسيون كي تبدا وحدها والا كي تبدا معها بروبوزيسيون اخرى سيتادير دو والا كي يوليو تروا بروبوزيسيون. لهنا مثلا كي تبدا بروبوزيسيون عندي انا بروبوزيسيون بي اكاهو، دونك شنو من الاحتمالات اللي باش تاخوهم ولا شنو من لي ريزلت اللي باش نجم تاخوهم؟ قلنا يا بتنجم تاخو فري والا باش تاخو فوس، فوالا. دونك ما ثمش اكثر، لكن كي يوليو زوز، كي مثلا كي تولي البي باش تاخو فري وتاخو فوس، دونك الكي اش نجم تاخو؟ كيف كيف زادة تنجم تاخو فري كيما تنجم زادة تاخو فوس، لكن نورمالمون انت فهمتني توا تنجم حتى البي تاخو فري لكن الاخرى تاخو فوس، والعكس بالعكس تنجم تاخو البي فوس والكي باش تاخو فري. الو دونك، ولو كان يبداو ثلاثة او مثلا حاسيل كي يبداو ثلاثة ما عادش باش يقعدوا لي اربع بركريت بكري، كي كانت كعبة واحدة عندي زوز، عندي كنز زوز هذوما، لكن توا كي ولاو عندي زوز ولاو عندي اربعة كاتر 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 شوا والا ما تسماش دي شوا مي كاتر كومبينيزون فوالا. به، لكن كي يوليو تروا بروبوزيسيون زعما حسب رايك انت مش باش قداش باش تكون عندي من كومبينيزون؟ باش يكونوا عندنا 8 كومبينيزون. دونك باش ليتيديون يعرف كونوا على قد النومبر دو بروبوزيسيون، لو فرضنا احنا النومبر دو بروبوزيسيون سميناه ان، دونك قداش باش يكون عندك من كومبينيزون؟ باش تكون توجور لو نومبر دو كومبينيزون هي 2 على بويسونس ان، يعني لو كان لو نومبر دو كومبينيزون بيتيت ان هذايا ايكال 1، دونك راهي باش تكون 2 على بويسونس 1. هاي ليكزومبل اللي خذيناه
اللي بتبدا عندنا اون سول بروبوزيسيون دونك كومبينيزون باش يكونوا دو خاطر دو على بويسونس ان باش تعطيني دو. لكن كي يبداو عندي دو بروبوزيسيون في الكا هذه بي و كي دونك راهي باش تولي لي دو على بويسونس دو دونك اللي هي باش تكون 4. كيما تلاحظوا عندنا هذه اللين الاول اللين الثاني الثالث والرابع. لكن كي يولي 3 بروبوزيسيون دونك باش تولي لي 2 على بويسونس 3 اللي هي ايجال 8 نورمالمون باش يوليو لي هنا باش يزيدوني دوتر كومبينيزون دوكو يولي لي يوليو لي 8 كومبينيزون و انسي دو سويت انسي دو سويت. كان يوليو 4 كومبينيزون 4 بروبوزيسيون باش تولي لي 2 على بويسونس 4 اللي هي 16 انسي دو سويت انسي دو سويت. اكيد فهمتوني توا باش نوضح لي زيكزومبل خاطر اكيد يتبعوا فينا جماعه زاد الانفورماتيك والجيستيون اكيد خاصه جماعه الانفورماتيك يتعمقوا اكثر من جماعه الجيستيون. الاكثريه جماعه الجيستيون يقراوا لو ماكس دو بروبوزيسيون وكهو به. حتى نرجعوا باش نشوفوا شنو ما كان ذكروا بكري حكيت لكم على ليزوبيراتور ماتيماتيك اللي ريناها من قبل. خنشوفوا بالضبط احنا ليزوبيراتور لوجيك لهنا شي نجم يكون الونسي باش نفهم شكون هم لي زوبيراتور لوجيك في الماتيماتيك لوجيك. ما عادش باش يوليو بليس وموان والمولتيبليكاسيون والديفيزيون هذوما العاديين اللي كنا نقراو بيهم في لي زوبيراتور ماتيماتيك باش يوليو عندنا دوتر اوبيراتور جدد يتسماو لا كونجونكسيون. اول وحده سي لا كونجونكسيون. الكونجونكسيون هي تتكتب كيف هكا ولا كيما الفي المقلوبه وتتقرا اي تتقرا اي. عندنا زاده لا ديجونكسيون اش معناتها هذه خاطر نفهموها بالضبط. دونك نجم نقول انا عندي دو بروبوزيسيون بي اي كيو فوالا هكا كيفاش تكتب. دونك نشوفوا من بعد شنو باش تعطينا كوم ريزلتا. زاده عندنا ان اوبيراتور جديد اللي هو يتسمى لا ديجونكسيون. لا ديجونكسيون هي تقولش عليها سيل هذه تقولش عليها لا كونجونكسيون سامحوني هي نعوضوها بالفوا بالملتيبليكاسيون قوش عليها P فوا Q وهذه سي V السمبول متاعها كيما ال V وتتقرا O أوترومون سي P O Q. وشكون اللي عوضها في لي زوبيراتور ماتيماتيك سي لو بلوس هذي فوالا. وعندنا زادا لا نيجاسيون. لا نيجاسيون اللي هي السمبول متاعها لو فرضنا انا عندي P ستين بروبوزيسيون تحتمل le vrai ou le faux. Donc la négation du P qui fait cette écriture, il y a P bar, P faut qu'on a bar. Ou ça me dit de quoi l'écriture la non P, non P, il y a la négation du P. Ou ça me dit de symbole autre, ne sais pas je m'attends l'informatique, ou qui fait ça, négation du P. Voilà. Donc généralement, on a besoin de quoi on a créé ou qu'on appelle P bar, c'est la négation du P. Kif qui a dit N P EQ, soi-disant, la négation taha, hi est P, EQ, bar. Kif, ben, n'est-ce pas le P, OQ, zeda, négation taha, P, OQ, bar. Ben, n'arja l'hne, bishin, rakz, choya, fin, négation ta, une proposition. La varana, en a dit P, hadi, c'est une proposition. Tahtamal, en a t'koun vrai, ou elle a t'koun fausse. L'aucun, kenet, hi est vrai. Donc, négation taha, automatiquement, c'est fausse. يعني العكس نتاعها والنيجاسيون نتاع البروبوزيسيون كي تبدا فوس دونك اوتوماتيكمون سي فري. باه هات نشوفو توا لي زوبيراتور هذوما ندخلوهم في التابل هذه تتسمى تابل دو فيريتي ونشوفو كيفاش باش نلقاو لي ريزولتا نتاعها. دونك هات نبداو بالفوا بالكونجونكسيون دونك بي فوا كي. قلنا هذه تتقرا بي اي كي وتقولش عليها سي فوا هكا. باه normalement n qui باش نعمل p fois q c'est-à-dire vrai fois vrai شنو باش تعطيني اش معناتها vrai fois vrai يعني une proposition vraie et une proposition vraie normalement باش يكونوا vrai ولا logiquement. مثلا n نقول 2 plus 3 égale à 5 ou 2 moins 1 égale à 1 donc هذه proposition p vraie وهذه البروبوزيسيون كي زاد فري دونك كي نضربهم في بعضهم دونك اوتوماتيكمون والا نقول بي اي كي بي اي كي سامحنا هما دو بروبوزيسيون فري. به كي يبداو دو بروبوزيسيون فاس دونك كيف مثلا انا عندي 2 بلس 3 ايجال موان 5
وعندي 2 موان 1 ايجال موان 1. هذوما دو بروبوزيسيون سون فوس، دونك ماعادش باش يكونوا فري. دونك نقول ان بي اي كيو سون لو دو بروبوزيسيون فوس. باهي، توا الاشكال لهنا، الاشكال كي تبدا ان بروبوزيسيون فري اي ان بروبوزيسيون فوس. باهي، باش ما نطولش عليكم برشا برشا، ولهنا نحب نعطيك استيس انك تنجم تحسب بها اي تابل دو فيريتي كيك سوا لي نومبر دو بروبوزيسيون اللي عندك. دونك اسهل حاجه انا ديما نعطيك دي استيس انك تسهل على روحك الخدمه، وقت اللي تلقى البروبوزيسيون تاخذ الاكسبرسيون فري حط بحذاها تقولش عليها فالور 1. دونك هذيك 1 وهذه 1، كيف كيف لهنا 1 ولهنا زاد كيف كيف 1. وكي تبدا البروبوزيسيون تاعك فوس حط قوش عليها الفالور نتاعها خذات زيرو، دونك هذه زيرو وهذه زيرو، وهنا وقت تسهل عليك الخدمة الكل. دونك 1 فوا 1 وإلا فري فوا فري باش يعطيك فري اوتوماتيكمون، خاطر 1 فوا 1 يعطوني 1، وعندي زيرو فوا زيرو يعطوني زيرو، دونك فوس. عندي 1 فوا زيرو نورمالمون ماتيماتيكمون سي زيرو، ولكن لهنا نكتب فوس. كيف كيف عندي زيرو فوا 1 يعطوني زيرو، زاد كيف كيف لهنا باش تكون فوس. لهنا باش نعمل ان بيتيت ركاب، بالنسبه للبي اي كي ما تكون فري الا ما يكونوا لو دو بروبوزيسيون سون فري. اهي هذه الرمارك الاولى، دونك ما يكونوا فري الا ما تكون لو دو بروبوزيسيون تاعهم سون فري. باه، هات نتعداو نشوفوا الاوبيراتور الاخر اللي هو الاو بي او كي. الوغ تو باش نكمل انا بي او كي اللي هي نقراوها تخش على بي او بلس كي. دونك كي تبدا بي فري و او كي فري نورمالمون باش تعطينا للزوز فري 1 بلس 1 في اللوجيك ما عادش ايجال 2 تولي ايجال 1. باه، عندي 0 بلس 0 باش يعطوني 0، دونك هذه باش تكون فوس. ال 1 بلس 0 باش تعطيني 1 ستادير هذه فري، و 0 بلس 1 يعطيني 1 دونك حتى هذه باش تكون فري. دونك في البروبوزيسيون والا في الكوناكتور هذايا تاع الديسجونكسيون اللي هو تتقرا بي او كي ما تنجم تكون فوس الا كي تكون لو دو بروبوزيسيون سون فوس، سينون راهي باش تكون كلها فري. به كان بكري قلنا كنا نحكيو على النيجاسيون. باه، هات نجربو مع بعضنا ونشوفو لا نيجاسيون تاع بي اي كي شنو باش يعطينا بالضبط. دونك نورمالمون كان فهمتوني من بكري اي ريزلتا باش تكون لهنا باش نمشي ناخو نحط العكس نتاعها. نورمالمون لهنا لا نيجاسيون دو بي اي كي نورمالمون هنا كانت فري، دونك باش تولي لي لهنا فوس. الاخرين كانوا هما كانوا فوس، دونك لهنا باش يوليو كلها دي بروبوزيسيون والا الريزلت نتاعهم كلها باش تكون فري. كيف كيف بالنسبه لل بي او كي نيجاسيون تاع بي او كي، دونك كيف كيف باش تكون هذه كانت فري باش تولي لي فوس، منين كانت فوس باش تولي لي فري، الاخرين باش يوليو كلهم فوس اي فوس. فوالا، هذوما لي كونكتور لولانيين اللي نتاع الديسجونكسيون والكونجونكسيون والنيجاسيون كيفاش نخدمهم في التابل دو فيريتي. نتعداو توا باش نشوفو مع بعضنا، نشوفو مع بعضنا دو نوفو كونكتور اللي هو لامبليكاسيون، هاكا نرمزولو لامبليكي يعني، و ليكيفالونس كيف نهك يعني من جهتي. دونك كي يبداو دو بروبوزيسيون، دونك نجم نقول انو بي امبليك كي والا بي ايكيفالونت ا كي. نورمالمون ايكيفالونس نعرفوها قبل في المات انه يبداو عندهم نفس الريزلتا ولا نفس السونس، نقولوا راهي بي ايكيفالون ا كي ولا اكس ايكيفالون ا يغريك. كيف كيف شفنا الامبليكاسيون دو اكس ا يغريك وقتاش. به هات افيك تابل دو فيريتي هذه، وباش نخدم انا لو دو كونكتور جدد هذوما الزوز باش نشوفهم كيفاش باش نلقاهم. دونك بي امبليك كي ديما على باز نخدم بهذوما الزوز، على باز تابل دو فيريتي بويسك عندي دو بروبوزيسيون نخدم بهم هما. باه، دونك بي امبليك كي شنو باش تعطينا بالضبط كريزلتا لهنا؟
فما شوية ديفيكولتي باش تخرج انت ريزلتا نتاع لامبليكاسيون نتاع دو بروبوزيسيون. علاش؟ دونك بويسك هي البي خدات فري، اسكو هي امبليك كو وقت اللي تاخد كو فري؟ اسكو وي او نو؟ دونك لهنا الريزلتا باش تكون فري يا فو. باه كي تبدا البي واخدة فوس، و اسكو امبليك كو كي تاخد فوس؟ ولهنا اسكو كي تبدا بي فري اسكو ال امبليك كو وقت اللي هي خذات اف؟ هذا كله باش تشوفوه افيك ان سامبل اكزومبل. باه لو فرضنا انه احنا نعرفوا باللوجيك انه المطر ما تصب الا كي يبدا فما سحاب، هكا ولا هذا اللوجيك شنو نقول؟ باهي لو فرض انا انه المطر تصب هي ستين بروبوزيسيون سميتها بي والسحاب سميته كي، دونك اللوجيك شنو يقول؟ يقول كان فما مطر دونك راهو فما سحاب، لكن اسكو كي فما سحاب اسكو فورسيمون فما مطر؟ ينجم يكون فما سحاب وما فماش مطر. باهي بالريزونمون هات نشوفو انا البروبوزيسيون ولا الكوناكتور هذي شنو باش يعطيني. قلت انا البي هي المطر والكو هو السحاب. باهي لهناش قالي؟ قالي راهي فما مطر. اش معناتها بروبوزيسيون بي فري؟ يعني المطر موجودة وكيف كيف السحاب موجود. دونك اسكو المطر يمبليكي اللي فما سحاب؟ اكيد. دونك لهنا تكون كان فري. باه لهناش قالي؟ قالي ما فماش مطر. ما فماش مطر اش معناه؟ يعني ينجم يكون فما سحاب كيما ينجم يكون ما فماش سحاب. دونك الريزلتا شنيا؟ انه ما فماش مطر. دونك اسكو امبليك اللي ما فماش سحاب؟ فري. كيف كيف سي فري. دونك كي تبدا البي اف ولا فوس والكو زاد فوس دونك راهي لامبليكاسيون اي فري. هذوما ما فيهمش برشا اختلاف. الاختلاف وين لهنا؟ والا الاشكاليه نتاع الطالب لهنا كي تبدا البروبوزيسيون فري والاخرى اف يقول لك اسكو هي امبليك يعني بي امبليك كو. دونك لهنا افيك الاليستراسيون هذه ولا الاكزومبل هذا نتاع السحاب والمطر باش تفهم اش قال لهنا. قال لي راهو فما مطر البي ما قال المطر. قال لي فري. قال لي فما مطر راهي فري فما مطر لكن ما فماش سحاب. اسكو لوجيك اسكو فما مطر تنزل بلاش سحاب؟ دونك لهنا فورسيمون سي فاس. باه ولهنا قال لي راهو ما فماش مطر البي ما قلنا هي المطر. قال لي راهو ما فماش مطر دونك المطر ماهيش موجوده ما فعلناش فاس هيك لكن فما سحاب. اللوجيك سي لوجيك سي توتالمون فري خاطر ينجم يكون فما سحاب لكن ما فماش مطر. دونك هكا كيفاش تفهم لامبليكاسيون؟ خاطر من اكثر الحاجات اللي ليتيديون يحير كيفاش باش يطلعها هي لامبليكاسيون تاع دو بروبوزيسيون. باه تعطيو توا ان شاء الله يكون واضح ليكزومبل. تعطيو توا باش نشوفو مع بعضنا ليكيفالونس. دونك انت عندك لهنا كمل انا التابل دو فيريتي باش نشوف ليكيفالونس وقت اللي تبدا بي ان ايكيفالون ا كي. هذه سهله على الاخر. علاش؟ خاطر لوجيك ياخذوا هما لو دو سيني كي تبدا البي فري والكي فري. دونك نقول راهم لي زو سون ايكيفالون. دونك يبداو عندهم نفس السيني دونك راهم سو سون لو دو بروبوزيسيون سون ايكيفالون. دونك كي تبدا البي فري والكي فري دونك بي ايكيفالون ا كي. كي تبدا بي فوس والكي فوس زاد كيف كيف سون فري لهنا بي امبليك كي. لكن كي يبداو لي دو سيني ماهمش كيف كيف دونك هنا فوس اي لهنا فوس. ب هذوما لو دو بروبوزيسيون بلوتو لو دو كونكتور جدد اللي هما لامبليكاسيون اي ليكيفالونس. باش نزيدكم حاجه لهنا الحقيقه انه لي كيستيون دي زيكزرسيس ولا نتاع ليكزامان ولا في اي سؤال ينجم يجي هو واش باش يعطيك؟ باش يعطيك التابل دو فيريتي الباز نتاعها كيما قلت لك لو دو كولون هذوما كي تبدا عندك انت دو بروبوزيسيون. لكن باش يجيك يقول لك سوا ديزون يقول لك اعطيني ب
pn plus q équivalent à l'échkoun. Voilà. Mais, là, je vais vous dire une proposition autre. Elle est la négation de p. Elle est p bar. P bar, donc, je vais vous dire qu'elle est vraie. Donc, je vais vous dire fausse. كانت لهنا فوس باش تولي لهنا فري، لهنا كانت فري باش تولي فوس، وهنا كانت فوس لهنا باش تولي فري، هذا لوجيك شنو نقول به، وتوا باش نحسب أنا في كولون جديد باش نعمل بي بار أو كي، دونك أهي البي بار تخزر لهذي وتخزر للكي هذي، ونشوف باش يعطيو هذا. F plus V normalement se ferme à 1 bêche à tina 1 vrai bien bah vrai plus F qui fait chez tina vrai le F ou le F heavy plus le F tal Q bêche à tina F qui fait le vrai heavy ou le vrai heavy bêche à tina vrai donc quand là vous m'avez l'année le lait de l'année كان تشوف انت الكولون هذه الريزلتان تاع الكولون هذه والريزلتان تاع الكولون تاع الامبليكاسيون عطاونا نفس الريزلتان دونك شنو نجم نقول نجم نقول انو بي امبليك كي ايكيفالونت ا بي بار او كي راح نحطهم انتر بارانتيز باش بعد ما فيش فوالا هذو هما لي كيستيون اوت تيب دو كيستيون تاع اكزامان في جي جي يقول لك قيد لي انو بي امبلي كي ايكيفالون بي بار او كي دونك انت بالتابل دو فيريتي هذه تنجم تبين له تقول له هاو بالدليل كيفاش بي امبلي كي ايكيفالون ا بي بار او كي فوالا باهي تو نتعداو الراجل دو مورغان لي راجل دو مورغان هذوما sont des règles mashhourines la qita يعني هما كيما نقولوا ce sont des expressions usuelles يعني من غير لا تناقش فيهم donc هذيك الريزلتات نتاعهم sont discussion كان حابين نجم نقول voilà la règle de 2 de D Morgan la qita راهو D هذه تابع للاسم نتاعو خاطر D Morgan اسمه دي مورغان كلها تابع بعضها دونك لا ريغل دو مورغان نحب نخرجها من التابل دو فيريتي اش تقول هذه باه كان تلاحظ معايا لهنا باش نمشي توا للبي اي كي بار لا نيغاسيون دو بي اي كي نرجع ديما لك ليكزومبل نتاع المطر هذاك ولا وسحاب هذه الكي سحاب هو الكي والمطر هذه كلها هي بي باه اش قال لي لهنا قال لي فما مطر اي فما سحاب يعني المطر موجوده والسحاب موجود كي نعمل نيغاسيون ستادير لا فما المطر لا فما سحاب ايه هذه باش نشوفو نطلعوها اكوا ايكيفالون على شكون والا اكوات ايغال اكوات ايغال الحقيقه راهو الكلمه هذه ايغال في اللوجيك ماهيش صحيحه اون فيت في عوض نقولو ايغال نقولو ايكيفالون ايكيفالون دونك الاصح انك تقول ايكيفالون في عوض انك تقول تقول ايغال باهي اش معناتها لا فما مطر لا فما اي ما فماش اصحاب يعني للزوز لا فما مطر اي لا فما اصحاب هذه ما الاكسبرسيون هذه لان هي اش قال قالت فم مطر اي اصحاب النيغاسيون تاعها لا فما مطر او لا فما اصحاب خاطر كي يبدا ما فماش اصحاب دونك اوتوماتيكمون ما فماش مطر كي يبدا ما فماش مطر نجم تكون فما صحاب لكن الريزلتا نتاع هذه ايكيفالون لشكون دونك هات نشوفو مع بعضنا لو فرض انا باش نعمل بي بار اش معناتها بي بار يعني ما فماش مطر او كي بار يعني ما فماش صحاب وهات نشوف الريزلتا اش باش تعطيني لكن هنا انا مازلت ما عملتش الكي بار جيست لهنا باش نعمل انا الكي بار ولا الحقيقه بكري عندي انا البي بار هيك لهنا جوست باش نحط الكي بار دونك الكي بار هي دونك لهنا واخده فري فو فو فري دونك باش تولي لي
faux, vrai, vrai et faux. بيه. وعندي البي بار، هاي البي بار، هاي. أخسر هذه وأخسر هذه، وأعطيني الكونكتور ما بيناتهم، و يعني إف و إف باش تعطيني إف. بيه. فري و فري باش تعطيني فري. إف و فري باش تعطيني فري، خاطر تقولش عليها بلوس زيرو بلوس أن. وعندي لهنا أن بلوس زيرو تعطيني زادة أن. دونك راه لاحظ أنت وين هاد هاك كولون هذا بي او كي بار والكولون هذا مش عطاني نفس الريزلتا. دونك اوترومون شو نقول، نقول انو بي اي كي بار لا نيغاسيون دو بي او كي هي ايكيفالون ا بي بار او كي بار. هذه اول قاعده خرجها دي مورغان. هذا باه القاعده الثانيه شو تقول؟ نمشيو توا كيما بكري خزرنا لهنا النيجاسيون تاع بي او كي باش نشوفو توا النيجاسيون تاع بي او كي بار. يعني ثم سحاب، ثم مطر، او بيان ثم سحاب او، لكن النيجاسيون تاعها يعني لا ثم سحاب ولا ثم مطر، يعني ما ثمش سحاب اي ما ثمش مطر. باه نورمالمون باش تكون البي اي كي، هذوما اون فيت في الاخر لازمك تحفظهم حفظه من غير تعمل لهم ديمونستراسيون. باه نجيست انا لهنا نحب نبينها بالتابل دو فيريتي. دونك اعطيني انت توا بي بار اي كيو بار، هذه البي بار ويني اي كيو بار. دونك اف فوا اف مش تعطيني اف خاطر 0 فوا 0 هو 0. دونك الا ال ال في فري فوا فري يعني نقولش عليها 1 فوا 1 باش تعطيني زاده فري، وعندي الفو فوا فري باش تعطيني فو خاطر 0 فوا 1 باش تعطيني 0. دونك هنا فو، كيف كيف عندي هنا فري فوا فو باش تعطيني فو خاطر تقولش عليها 1 فوا 0 باش تعطيني 0. دونك هات افيك ان اوتر كولور نشوف الريزلتا هذيا اللي ايكيفالون. دونك عندي اف اف فري فو فو، دونك فوالا اللي ايكيفالون لهذا. Donc autrement dit, donc P ou Q, la négation terme, la P ou Q bar, elle était équivalente à P bar ou Q bar. Voilà. Je note là, je vais vous deux règles. La règle de Morgan, je vais vous dire une négation telle et hier ou. Ah, je vous fais un E. النيجاسيون تاعها هي او. لا ريغل دو مورغان زاد خرج لي ان النيجاسيون تاع الاو هي اي. ايه اون بليس زاد باش نعطيكم حاجه اخرى، لا نيجاسيون تاع ان بروبوزيسيون دو فوا تعطيك البروبوزيسيون هي بي. دونك لا نيجاسيون دو فوا تاع بي هي بي. ايه تعديو توا باش نشوفوا مع بعضنا اخر حاجه في اللوجيك اللي هي لا كونترا posé. Donc la contraposée, je trouve la carrière, le steam formule. Donc la contraposée, la contraposée est la formule. Je ne trouve que P implique Q, P implique Q, équivalent, équivalent le schoon, voilà, équivalent Q bar implique P bar. خلينا نحطهم اونت بارونتيز هكا باش ما نخرجش بعد. دونك ليكسبرسيون هذه ولا البروبوزيسيون هذه امبليك البروبوزيسيون هذه بي امبليك كي ايكيفالون هي بيدها يعني كي بار امبليك بي بار. دونك هذوما اوترومون راهم لي كيستيون لي نجم يجيو. هات نشوفوها بالاكزومبل هذا اش معناتها بي امبليك كي، يعني وجود المطر امبليك وجود السحاب. ايكيفالون لو شكون ترى شنو نجم نقراو هذه؟ لا السحاب مش موجود امبليك المطر مش موجوده، هذا هو اللوجيك. به احنا مش بكري خدمناها في التاب دو فيريتي الاكسبرسيون هذه اهيك. الو هات نشوفوا في التاب دو فيريتي الكي امبليك بي ولا كي بار امبليك بي بار
لهنا باش نطلعوها فوالا سامحني دونك كي بار امبليك بي بار شنو باش تعطيني كالعاده دونك كي بار اش معناتها يعني ما فهمش السحاب امبليك نورمالمون ما فهمش مطر هات نفهمو زاد بالاكزومبل دونك انا كي بار عطاتني فوق دونك يعني فما سحاب كي بار فوق امبليك شنو امبليك كي بار عطاتني فوق دونك كي يبداو قلنا احنا توا بدينا نكبتيو شويه كي يبداو لو دو بروبوزيسيون عندهم نفس السينيه دونك نقول راهي افري دونك ما فماش سحاب دونك ما فماش امطار ايوا باه عندي توا الكي بار فري والبي بار زاد افري دونك شوف الكي بار لهنا خلينا نرجع نفسر لك الكي بار الكي شنو هي الكي فما مطر فما سحاب الكي بار اش معناتها يعني ما فماش سحاب لكن هو قال لي ما فماش سحاب فوق يعني بلغه اخرى فما سحاب دونك كيف كيف لهنا ما فماش مطر البار نتاعها قال لي الفو نتاعها هذه شو يقصد به يعني فما مطر دونك بويسكو فما سحاب دونك فما مطر به الثانيه قلنا به تو دورين افون في الامبليكاسيون في الامبليكاسيون كي يبداو لو دو بروبوزيسيون عندهم السينيه دونك راهم لزوز فري راهو باش ياخذوا فري كي يبداو لو دو بروبوزيسيون عندهم نفس السينيه باش ياخذوا فري باهي اش قعد لي تو قعدت لي كي تبدا الكوبار فري يعني الكوبار فري يعني ما فماش سحاب تراخ نشوف بيبا البي بار فوق ما فماش سحاب سي تادير زاد راهو ما فماش استنى قال لي كي تبدا الكي بار فري يعني ما فماش سحاب لهنا شنو هي هذه هات كيفاش نفهمها هذه الكي البي بار فوق البي بار اش معناتها يعني ما فماش مطر لكن هو قال لي فوق دونك فما مطر دونك اسكو كي يبدا ما فماش سحاب فما مطر نو لوجيك يقولك نو ما فماش دونك ما فماش مطر تجيني من غير سحاب دونك لهنا باش نحط فوق دونك اخر واحده قال لي الكوبار راهي فوق كوبار فوق والبي بار فري هات نفهمها بشوي بشوي قال لي الكوبار شنو هي الكوبار كوب الكوسا هي فما سحاب الكوبار شنو يعني ما فماش سحاب لكن هو قال لي راهي فوق دونك يعني فما سحاب باه فما سحاب دونك لهنا هذه انه موجود السحاب ركز معايا لكن لهنا المطر سمعتها بي بار يعني ما فماش مطر دونك ما فماش مطر دونك بلغه اخرى راهو عندي سحاب لكن ما فماش مطر اسكو لوجيك وي لوجيك نجم تكون فما سحاب وما فماش مطر دونك هنا باش تكون فري كي تلاحظ انت باش تشوف تلقى انه الكولون هذه والكولون هذه فوالا هذه زادة سون ايكيفالون دونك هذاك هذه هي الكونترا بوزي تقول لي انو بي امبليك كي ايكيفالون ا كي بار امبليك بي بار فوالا هذوما البارتي الاولى نتاع اللوجيك ماتيماتيك يقعد لنا تو باش نتعداو البارتي الثانيه اللي هما لي كونتيفيكاتور تو نشوفو شنو هما لي كونتيفيكاتور الموجودين في اللوجيك ماتيماتيك الو طيب بالنسبه تو للي كونتيفيكاتور لوجيك il existe deux كونتيفيكاتور اللي هو عندنا لو كونتيفيكاتور يونيفرسيل اللي تكتب كيلك سوا هكا كيلك سوا والا ا مقلوبه الرمز نتاعو وعندنا الكونتيفيكاتور اكزيستانسييل اللي هو تكتب او بالمقلوب لكن الكونتيفيكاتور اكزيستانسييل هذايا فيه ان كا بارتيكولير اللي هي اكزيستانسييل اونيك به اهم حاجه في الكونتيفيكاتور انه يعطيك فراز والا بروبوزيسيون اون توت لتر ويقول لك عمل لي تراديكسيون تاعها لللوجيك
avec des quantificateurs hadouma, quelle que soit l'existence. Mais, هات نفهموا الساعة قبل نشوفوا النيجاسيون شنو هو بالضبط وقتاش انا نستعملها. باهي لو فرضنا انا عندي ان انسومبل هذايا انسومبل مثلا يكون نتاع دي لتر ولا يكون اعداد ولا سوا ديزون مهما كان الانسومبل هذا سوا ديزون الانسومبل هذايا سميناه احنا او سي ان انسومبل. باهي باش ناخذ مثلا انا الاكزومبل هذايا او هو نتاع الاعداد اللي هما الاعداد ريال اللي يعني او هي توت ار توت ار سيتادير الاعداد النيجاتيف والاعداد البوزيتيف الكل بما فيهم الزيرو بيان سور. باهي باش يقول الفورم نتاعها ولا القاعده نتاعها كيفاش تقول لك مثلا احنا باش ناخذ سوا ديزون اكس من هالانسومبل هذايا دونك ايش يقول الفورم نتاعها ولا القاعدة نتاعها ولا التيوريم نتاعها يقول لك كيل كو سوا اكس ابارتيان ا او مثلا تيل كو يعطيك لهنا البروبوزيسيون. شنو هي البروبوزيسيون؟ نجم تكون اي حكاية مثلا باش نعطيك اكزومبل. باهي مثلا يقول لك كيل كو سوا اكس ابارتيان ا او ولا ار دونك x plus 1 est positif. مثلا هك. Donc, هذه هي نقصد بها انا البروبوزيسيون. هذه هي كلها البروبوزيسيون. شنو فيها تو اسك كو فري البروبوزيسيون ولا فوس ماهوش هذاك الامبورتونس في لي كونتيفيكاتور. وقت نقرا انا لي كونتيفيكاتور يلزمني نكتبوا الفورم هذه. باهي الاشكال توا في الاكزيستونسيال شنو هو الساعه الفرق ما بين الكونتيفيكاتور لونيفرسيال والكونتيفيكاتور اكزيستونسيال. هذا هنرجع نشوف الكونتيفيكاتور يونيفرسيال يتقرا زاد هو كيلك سوا اكس ابارتيان او سيتادير بور توت اكس ابارتيان او. واضح نجم يكون عدد نيجاتيف ينجم يكون ايجال زيرو كما ينجم يكون عدد بوزيتيف. يعني مهما ياخو اكس عدد من او دونك راهي بي دي اكس هذه فري والا يعني موجوده. به بغض النظر احنا باش نشوفوا اسك هذه فري والا فاس. به لكن في ليكزيستونس هات نعطيك اكزامبل. مثلا عندي لونسومبل هذه ماهيش او. به لونسومبل هذه سوا ديزون فيها مثلا انت عندك ماتيير اسمها ماش انا ايكونومي سوا ديزون عندك ماتير اسمها ايكونومي وفيها سوا ديزون 5 شابتر 5 شابتر. دونك عندي شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3 4 و 5 ب وجا ايتيديون خرج على اساس باش يسال الاستاذ باش يقول له اسكو انت حافظ لي شابتر نتاع لي 5 شابتر نتاع ليكونومي ولا. هذا الايتيديون الاول سالوا الاستاذ قال له اسكو انت حافظ لي 5 شابيتر تاع ليكونومي ولا. ليتيديون هذا قال له وي. بلغه اخرى كيل كو سوا شابيتر راني حافظ. كيل كو سوا شابيتر اللي تابع الماتير هذه ايكونومي دونك راني حافظها. دونك البي دو اكس هي راني حافظ لي شابيتر هذوكم الكل. باهي جا ايتيديون اخر سوا ديزون من لي 5 شابيتر هذوما عنده شابيتر سوا ديزون 4 ماهوش حافظه. مثلا الشابيتر هذايا مش حافظ. باهي اسكو كيل كو سوا اكس ابارتيان هاللي شابيتر هذوما الكل متاعين ليكونومي اسكو البي دو اكس اي فري؟ نو السيد هذايا عنده شابيتر ماهوش حافظ. دونك كيفاش نكتبها انا اوترومون؟ تولي ما عادش هكا ما عادش افيك الكونتيفيكاتور يونيفرسيال هذايا باش يولي بالكونتيفيكاتور اكزيستونسيال. Existe-t-il un X, yani un chapitre appartient à la matière de l'économie, ensemble E avec, sachant P de X. Voilà. C'est l'écriture de quantificateur, quantificateur existentiel. Mais il y a l'existence unique. L'existence unique. انا جو فو دون ان اكزامبل باش تفهم بيه
وقتاش احنا نستعملوه. هو اش يقول لك؟ يقول لك ليكزيستونس انيك هذا كي تبدا قدامك شوا واحد، ولا انيك شوا، ولا انيك سولسيون. هي حتى في الفراز تبدا ظاهره، من الفراز تفهمها اللي فما ان سول سولسيون ولا ان سول شوا، ولا دونك يلزمك تستعمل ليكزيستونس انيك. دونك نوضح الفرق ما بين ليكزيستونس هذه وليكزيستونس انيك. دونك ليكزيستونس هذه على الاقل فما ان شابيتر ماهوش حافظه، دونك وقتها نستعمل انا ليكزيستونس، لكن هذه عندها اون اونيك شوا ولا اونيك سوليسيون. تلقى زاد كلمة ان اي ان سول، ان اي ان اي اي ان سول. به لا نيغاسيون، تو نتعداو نشوفو لا نيغاسيون. دونك النيغاسيون تاع كيلك سوا هي ليكزيستونس، والعكس هو صحيح. دونك ليكزيستونس النيغاسيون تاعها هي كيلك سوا. به لهنا نحاول باش ناخو كيلك اكزومبل باش نحاولو نفهمو مع بعضنا. دونك مثلا باش ناخو انا كوم اكزومبل، مثلا يجيك يقولك اون توت لتر. جينيرالمون ليكزرسيس هذا شي تلقاه سو فورم، يعطيك ان فراز ويقول لك اسك الفراز هذه فري ولا فو، واعطيني النيغاسيون نتاعها. به مثلا يجيك يقول لك توت اونتي تي ناتيريل، توت اونتي ناتيريل اي بير او امبير. هات شوفوا مع بعضنا ليكزومبل هذا. باه توت اونتي ناتيريل، شكون هم لي زونتي ناتيريل؟ يعني اللي ابارتيان ا ان. فوالا اول حاجه، هات نشوفوا اسك الفراز هذه ولا البروبوزيسيون هذه صحيحه والا. قال لي توت اونتي ناتيريل اي بير او امبير. دونك احنا لي زونتي ناتيريل شكون هم؟ من الزيرو ل 1 2 التروا انسي تسويت انسي تسويت انسي تسويت حتى كش البلوس لانفيني. به كل عدد موجود في ان يكون بير والا امبير، هذا صحيح. دونك زيرو هو سيت ان اليمون نوتر يبدا بير وامبير، الان هو امبير، دو بير، انسي تسويت انسي تسويت انسي تسويت. دونك الفراز هذه صحيح. به لكن كيفاش باش نكتب انا الكريتير هذه ولا الفراز هذه باللوجيك، يعني باللي كونتيفيكاتور والا باللي زوبيراتور لوجيك. باهي انا باش نختار بيتيتين ريتم العدد هذوما باش نسميهم. مثلا انا كي باش نختار بيتيتين ايغالا 2، سيتادير خديت الان ايغالا 2. باهي دونك انا عندي انسومبل كبير، وباش نشوف سوا ديزون كل مره باش نختار ان عدد اش باش نعمل؟ باش نقول كلك سوا ان بيتيت ان هذيا ابارتيان ان. فوالا باش نترجم تو الكلام هذايا لوجيك، باللوجيك باش نترجمو يعني بالكريتير لوجيك. باه اكزيستيتيل ان بارامتر ولا ان اونتي اخر، سميه انت مثلا كا ولا ام ولا اللي تحب. اكزيستيتيل ان ان اونتي كا زاد هو ابارتيان ا ان تلك ان ايغال 2 كا. باه اش معناها هذه؟ علاش عملت ان ايغال 2 كا؟ باه اختار لي انت اي عدد من الان، مثلا اخترت 7. باهي انا تو شنو اخترت؟ اخترت الكا، اخترت الكا، الكا خديته 7. كي نضرب 7 في 2 اش باش تعطيني؟ باش تعطيني 14. باه 14 شنو هو؟ عدد زوجي ولا عدد فردي؟ يعني بير ولا امبير؟ سي ان نومبر ولا ان اونتي بير. باه اختار لي عدد اخر، مثلا سوا ديزون 12. 12 فوا 2 تعطيني 24. 24 زادة سي ان اونتي بير. دونك اي عدد في ان كي تضربه في 2 راهو باش يكون بير، يعني يكون عدد زوجي. هذاك علاش انا حطيت الكريتير هذا.
دونك قلت مهما يكون ان ابارتيان من ان اكزيستيتول ان كا زاد هو عدد باش ولا رقم باش ناخذه من ان تلك ان ايجال دو كا هذه الترجمه نتاع الكلام هذا حتى كش لهنا ولا يعني توت اونتيي ناتوريل يعني كيل كسوا ان ابارتيان ان اكزيستيتول ان كا تلك ابارتيان ان تلك n يقال 2k به بعد انا مازلت ما كملتش خاطر عندي حاجه اخرى في البروبوزيسيون قال لي او امبير يا دونك او امبير اش معناه يعني دونك انا عندي لهنا يلزمني نخصص هذه كل الانتر بارونتيز هذه لي زونتي بير وباش نخصص حاجه اخرى لي زونتي امبير دونك quel que soit K appartient à N, tel que N égale 2K, l'éknane bèchen zid plus 1. اختار لي انت اي كا مثلا السبعة كيما بكري اختارنا السبعة كي ضربتها في اثنين عطاتني 14 14 كان زيدها واحد اش باش تولي لي باش تولي لي 15 دونك 15 سي ان انتي امبير كيف كيف كي نختار 12 12 في 2 24 كي نزيدها 1 تولي لي 25 زاد كيف كيف 25 سي ان اونتي امبير باهي الفراز هكا ماهيش صحيحه نقصتها حاجه نقصتها لوبيراتور لوجيك نتاع الاو هذه دونك الاو كيفاش باش نكتبها باش نكتبها هكا فوالا لكن ثم شكون يقول لك علاش مسيو احنا ما نعملوش اي لهنا لا خاطر غادي يختل المعنى كاريمون تاع الفراز وتولي البروبوزيسيون كاريمون غالطة اسكو توت اونتي اسكو نجم نقول انه انا اثنين هو عدد بير اي الافوا هو عدد امبير لا مستحيل دونك يزمك هنا تزيد لوبيراتور لوجيك هذا نتاع لوبيراتور لوجيك نتاع ديس جونكسيون اللي هي او فوالا ان شاء الله تكون الامور واضحه باهي نمشي معاك مثلا توا قال لي اعطاني انا بروبوزيسيون وقال لي اعمل لي نيجاسيون نتاعها سامحوني جيست نفسخ لهنا شويه فوالا عندي انا دو بروبوزيسيون باش نشوف النيجاسيون نتاعهم كيفاش باش يكون دونك عندي انا البروبوزيسيون بي اش قال لي قال لي لا فونكسيون اف دو اكس ايغال ا زيرو والا ميل ايغال ا زيرو ا اكزاكتومون ان سولسيون ان سول سولسيون يعني بلغه اخرى قلنا لهنا وقت لنلقى انا معلومه انه فما ان ان سول سوليسيون وال ان سول شوا دونك جو كونسيدير ان اكزيستونس اونيك هاد دونك شو اللي هادي اكزيستيتيل ان اكزيستونس اونيك ان اكس سوا ديزون ان اكس خاطر نخدمو بالاكس في الاف دي اكس دونك اكس ابارتيان سوا ديزون ا ار تيل كو f de x égale à 0. Mais, la négation de la négation, je vais vous la négation. Négation de l'existence. Quel que soit x appartient à r tel que f de x, négation de ta égale, est différent de 0. Voilà. Donc, tu as l'exemple de la قال لي لا بروبوزيسيون كي هذه اش تقول تقول لو دين لو دينومون دو دينوميناتور دي دو اف سانيلي او موان ان فوا سور ار قلنا كي نلقاو السونس نتاع او موان ان ان شانس ولا او موان ان فوا ولا دونك راهو جو كونسيدير ليكزيستونس هذه دونك ظاهر دونك ظاهر توا الفرق ما بين لي تروا كونتيفيكاتور وقتاش انا نستعملها دونك لهنا كان انا باش جو بو تغادوير لوجيكمون قال لي لو دينوميناتور دي دو اف سانيلي او موا ان فوا سور ار دونك اكزيستيتيل باش نبدا انا اكزيستيتيل ان اكس ابارتيان ا ار تلك الدومين دو اف هذايا ولا دينوميناتور D de F, soi-disant, égal à 0. Égal à 0. Mais, je n'ai pas de négation. Quel que soit,
خاطر نيجاسيون تاع ليكزيستونس ديما كيك سوا كيك سوا اكس ابارتيان ار دي دو اف اي ديفيرون دو زيرو. فوالا ان شاء الله يكون واضح ليكزومبل والا التفسير نتاعها لي كونتيفيكاتور يونيفرسيل والليكزيستونسيال وشنو الفرق ما بيناتهم وكيفاش كل مره جو كونسيدير انا هو الكونتيفيكاتور اللي نجم نترجم به انا فراز موجوده في اكزرسيس والا كاستيون دان اكزامان. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في زاد كلاس روم. قاعدين مكملين في الانسومبل اي لا لوجيك ماتيماتيك. دونك هذه ابيزود باش نخصصوها في لي انسومبل ان شاء الله. اول حاجه كل عاده تفهمنا باش نعملوا ان بتيت ديفينيسيون على الانسومبل. سي كوا ان انسومبل ان فيت؟ انسومبل كنت تلاحظوا انتم وقت اللي نعملوا مثلا انسومبل او هذا الانسومبل او وبعدها مثلا هذا انسومبل مثلا هذا ال ا وهذا ال بي ويبداو هما كلهم في انسومبل، فهمت؟ باه سوا ديزون هذا الانسومبل او موجود فيه سوز انسومبل ا وفيه زاد سوز انسومبل بي. طيب بار ديفينيسيون الانسومبل هو سيتين كوليكسيون دوبجي. اش نجم يكون لوبجي هذا؟ نجم يكونوا اعداد كيما نجم يكونوا دي لتر لي لتر الفابيتيك هذوكم ينجم يكونوا نفرقوهم في دي انسومبل. نجم يكونوا دي زيتيديون، نجم يكونوا دي بلانت، نجم يكونوا دي زانيمو انسي سويت انسي سويت. دونك اي كوليكسيون تاع اوبجي نجمو نحطوهم في دي انسومبل والا دي سوز انسومبل. الو به عندنا ليكزومبل المشهور واللي يلزمكم تعرفوه زاده هما لي انسومبل اللي نقراوهم في في المات اللي هو عندنا لونسومبل ان هما لي زونتي ناتوريل، عندنا لونسومبل زد اللي هما الاعداد السلبيه، عندنا لونسومبل دي اللي هما الاعداد العشريه نمبر ديسيمال، عندنا لونسومبل كي اللي هما الاعداد الكسريه لونسومبل دي كوسيون. دونك عندنا الاعداد الحقيقيه بلوتو لونسومبل ار اللي هما الاعداد الحقيقيه فوالا اللي نلقاو فيهم بي نلقاو فيهم الاعداد اللي تحت الراسين بلوتو اللي راسين انسي سويت انسي سويت. باه هل انه انا تو باش ندخلوا بشويه بشويه في لي بروبريتي. مثلا انا نجي نقول هنا شنو تمثل ان بالنسبه لزيد وشنو تمثل زيد بالنسبه لدي ولا زيد بالنسبه لكي. سي نورمالمون انه الاعداد الموجوده في ان هي محتوى في زد، خاطر زد هي نلقاو فيها لي نومبر نيجاتيف بيان سور وزاد نلقاو فيها لي نومبر بوزيتيف دونك 1 و 2 و 3 انسي سويت انسي سويت وبما فيها زاد الاعداد النيجاتيف. دونك بما انه ان موجوده هي هما الاعداد الصحيحه الطبيعيه الموجبه به. دونك ان راهي محتويات في زد ونجم نقولوا دونك سيت ان بروبريتي نقولوا انو ان اي تانكلو انكلو هكا دون زد. فوالا كيف نجم نقولوا انو زد اي تان انسومبل انكلو دون دي، خاطر دي راهي مش كل الاعداد العشريه كهو بما فيها حتى هذوما يعني هذم ولا هذم يعني موجودين في ان وموجودين زاد في زد، مش كل الاعداد العشريه كهو تو لو نومبر بما فيهم الاعداد العشرية كيف كي. دونك نجم نقولو اون فوا بور توت انو ان انكلي دون زد و زد انكلي دون دي و دي انكلي دون كي انسي سويت و انكلي دون ار و عندنا زاد ان انسومبل اخر نسميوه لو نومبر ايماجينير اي و الا تسمى سي زد. فوالا باه الو تو باش ناخو ان اوتر اكزومبل باش نحاولو نوضحو فيه لي بروبريتي كل اللي تابع لي انسومبل. باهي عندنا الانسومبل او هذا خلينا فيه الاعداد من صفر حتى كش للتسعة وخديت سوز انسومبل من الاو اللي هو عندي الا الا سي لي نومبر امبير عندك بلتو لي نومبر بير صفر واثنين والاربعة وستة وثمانية وعندي ان سوز انسومبل اخر اللي هو البي دونك اللي هو لي نومبر امبير 0 1 3 5 7 9. الوغ كي نشوفو احنا لي كا موجودين والا لي زونتي الموجودين في او هذوما
شنو يتسميو هذا؟ يتسميو لي كارديناليتي، والا لي كارديناليتي دو او اكوا تيغال. دونك قديش فيها من بوسيبيليتي كارديناليتي دو او؟ دونك عندنا واحد اثنين ثلاثة سيتويت، كي تحسبوا معايا باش تلقاوهم 10. دونك لي كارديناليتي دو ا ايغال 1 2 3 4 5، كارديناليتي دو ا ايغال 5، وعندنا الكارديناليتي دو بي ايغال بي سامحني ايغال ا 6. فوالا سير المفهوم تاع الكارديناليتي، هذا اول مفهوم الموجود يلزمك تعرفه في لي زونسومبل. باهي، شنو نجم نقول اخر؟ نجم نقول انه ا زاد ا ايت انكلو دون او، خاطر ال A خرجناها احنا من ال O، كيف كيف ال B زادة انكلو من O، لكن ما نجمش نقول انه A انكلو من B، لا، وإلا العكس، وإلا نجمش زادة نقول انه B انكلو في A، هذا لا يستقيم. دونك زادة نجم نقول مثلا انه A ليليمون A هذايا appartient à B، appartient à B، par contre ال A n'appartient pas à A. Beh. Beh. Nous avons les notions qui sont les plus importantes. On a l'union et l'intersection. Beh. Maintenant, on a dit l'intersection. Donc, A inter B. بلغة أخرى، شنو هما الأعداد المشتركة موجودين في A à la fois زيد موجودين في B؟ tout à fait، عندنا كان الزيرو، الزيرو موجود في A وال B، donc A inter B يعطينا ان ensemble واحد اللي هو الزيرو. باهي، شنو هو توا الأعداد المتحدة الموجودة في A وموجودة في B؟ يعني باش تجاوب انت على هذا A union B، ستادير راك باش تهز تو لي زيليمون الموجودين في ال A وزاد الموجودين في ال B، ستادير راهي توت E. دونك علاش؟ خاطر انا باش ناخو ليليمون الموجودين كلهم في A كيف كيف الموجودين كلهم في ال B. لاحظوا شي حاجة معايا، انه ال union لهنا في الانسومبل هي بيدها اكلوجيك، والانترسكسيون في لي زونسومبل هي بيدها الاي في اللوجيك، عندهم نفس السونس، نجم تاخوهم زادك نفس السونس. باهي، دونك عندنا زادا النيجاسيون، النيجاسيون زادا موجودة في الانسومبل. اش معناتها النيجاسيون؟ مثلا انا عندي الا هي فيها 0 2 4 6 8، منين؟ من الاو. شنو هما الابار؟ الابار هما لي زيليمون اللي ما همش موجودين في الا وقعدوا في الـ في الـ في الاو، اللي هما شكون؟ هو ال1 ال3 ال5 وال7 اي 9. باه، دونك شنو هما توا النيجاسيون تاع البي؟ النيجاسيون تاع البي كيف كيف نفس البرنسيب. دونك النيجاسيون تاع البي اللي هما الاعداد اللي ماهوش موجودين في بي واللي قاعدوا في الـ في الـ في الـ في الانسومبل او، اللي هما ال2 ال4 ال6 اي 8. باهي، نعطيك ان اوتر اكزومبل. مثلا جاني قال لي في المات، قال لي سوا اكس ابارتيان ا ار بلس R plus ou le R étoile plus R étoile plus. Je connais le R étoile plus. R étoile plus, هما l'addition de l'moujba fi R بخلاف الصفر، c'est-à-dire l'ensemble هذا ما عدا صفر، خاطر قال لي étoile. Donc هذا من الكل. به، عطيني النيجاسيون تاع الاكسبرسيون هذه، النيجاسيون تاع الاكسبرسيون هذه. نورمالمون كيما انتم قاعدين تقولوا لي توا، دونك النيجاسيون هي من الزيرو حتى كش للموال الانفيني. دونك النيجاسيون تاع x appartient à r plus r étoile plus، هي النيجاسيون تاعها هي x appartient ولا n'appartient pas à r étoile plus
Donc, اللي هما normalement اللي هما R moins. Voilà. Donc, حتى بالانترفال كيفاش باش نكتبها بالانترفال X appartient à 0 ou plutôt à moins l'infini et 0. Voilà. 0 fermé, bien sûr. قال لي R étoile plus donc négation تاعها R moins. Okay. B. Voilà. هكا اش مازال انا مازال لي النوسيون تاع الديفيرونس وعندي الديفيرونس سيمتريك ب الوغ ناخذ مع بعضنا ليكزومبل هذا قال لي سوا او ان انسومبل او فيه مجموعه من لي جورناليست مثلا هذوما صحفيين واحد يبدا اسمه بالا واحد يبدا اسمه بالاف دي اش كا زد انسيتسويت انسيتسويت الصحفيين هذوما باش نقسموهم على سوز انسومبل ثم انسومبل سميناه اكس هذا الاكس سوز انسومبل الاولاني بيان سور لازم يكون انكلو في او كيف كيف الانسومبل الثاني اسمه غريك به الاكس هذوما للصحفيين ولا للجورناليست اللي يحكيو بالفرنسي ينجموا يحكيو بالفرنسي بار كونتر اللي موجودين في غريك هما اللي يحكيو باللونجلي دونك هنا باش نحاولوا نبسطوا ليكزومبل باش نفهموا به وباش نحاولوا نطلعوا لي بروبريتي هذوما الكل اول حاجه سالني قال لي شنو هي الكارديناليتي دو او الكارديناليتي نتاع لونسومبل الكبير اللي هو الاو دونك 1 2 3 4 5 6 دونك كارديناليتي دو او هو 6 بار كونتر كارديناليتي دو اكس 3 عندنا كان الصح الاي الا والكا والزد دونك هذوما 3 بار كونتر الكارديناليتي نتاع الجريك صافي 4 ب دونك باش طلب مني زاده باش نطلع لو كومبليمون ولا الكومبليمونتير نتاع الاكس والا نتي اكس بار زاده تكتب زاده الكومبليمون سي هكا كومبليمون دو اكس ا بارتير دو او بي اكوا تيغال هما العوامل بي كيفاش نطلع ان الاكس بار هما شكون هما مش موجودين في الاكس لكن موجودين في الاو ليه دونك الاكس كون موجود فيه موجود فيه الا والكا والزد دونك الا والكا والزد دونك اللي تبقاو هما هذوك هما الاكس بار دونك الاكس بار شكوني هي الاف الدي والاش على ليه كيف كيف نفس بنفس الاسبري باش نطلعوا الجريك بار دونك الجريك بار تكتب زاد كيف ما هكا كي تيغال سي لو كومبليمون دو جريك ا بارتير من او دونك الموجودين في جريك شكون هما دي والاش والكا والزد دونك نمشي نشوف الاو ونشوف انهم ماهوش موجودين في الجريك دونك ناخذهم دونك عندي الاف وعندي شنو الاخر عندي ال F وال A فوالا ال F وال A ولا A و F كيف كيف تنجم تكتبهم مرتبين كيف موجودين في الانسومبل E كيف تنجم تكتبهم كيف نهك باهي هاد شوفوا الانترسكسيون بينات ال X وال Y باهي لهنا فات اتونسيون فات اتونسيون فات اتونسيون جوست اون بتيت رومارك دونك لو فرضنا جاني هكا سؤال قال لي طلع لي الكومبليمون دو X من Y complément de x من y à quoi t'égale هذا هذا c'est un ensemble vide وإلا مش موجود كريمون علاش خاطر انا من نجم نطلع complémentaire إلا ما يبدأ ولا sous ensemble inclus في l'ensemble principal puisque x ما هوش inclus في y وإلا y ما هوش inclus في x donc ما نجمش نطلع le complément نتاع x من y ولا y من x رجل به هاد نكملو نتعداو شوف توا ال x union ولا انتر y سامحني x انتر y سيتادير شوف لي العناصر والا لي جورناليست الموجودين والا اللي يتكلموا على فوا فرونسي ويتكلموا انجلي على فوا دونك عندك z عندك الك وكهو دونك x انكلو k هي x انكلي غريك هي الكا والزد به
تو اكس اونيون غريك يعني بلغة اخرى شكون اللي يتكلم فرنسي اي او بلتو او انجلي دونك باش نلقاو لي العناصر الكل والى لي جورناليست الكل دونك باش نكتبهم الكل ا ك زد وعندك الدي والاش ولا دونك هو اتحاد المجموعتين به ال x توا موان غريغ ولا x بريفي دو غريغ تكتب هكا كيما زاد يكتبوها x موان غريغ دونك شنو هي بالضبط كيفاش نعرفها انا يعني x موان غريغ ولا x بريفي دو غريغ شكون الموجودين يعني بلغة اخرى شكونهم اللي يتكلموا فرنسي برك يعني جيست يحكيو كان فرنسي لكن ما يتكلموش انجلي دونك نورمالمون لهنا هو كان تلاحظ الكا يتكلم فرنسي وانجلي الزاد يتكلم فرنسي وانجلي قعد كان الا دونك الاكس بريفي دو غريغ هي ايغال ا تو العكس شكونهم يتكلموا كان انجلي برك دونك الزاد يتكلم انجلي وفرنسي الكا يتكلم فرنسي وانجلي لكن الدي والاش يحكيو كان انجلي دونك غريغ موا اكس هي دي اي اش ولا اخر واحدة الاكس جراديون دي غريغ بلوتو والا اكس لم دلتا غريغ شنو تتقرا هذه سي لا ديفيرونس هذه لا ديفيرونس سامبل لكن هذه سي لا ديفيرونس سيمتريك لا ديفيرونس سيمتريك انتر اكس اي غريغ الاكوات ايغال هي x privé de y union y privé de x union c'est-à-dire هذا وهذا donc خطر بيناتهم union donc هي ال a والd والh voilà هكا كملنا اللوجيك ماتيماتيك اي لونسومبل donc ان شاء الله يكون فات كم الفيديو هذا الحقيقه باش يكون طويل الفيديو ان شاء الله يكون استفدتوا منه ونحاولوا انه نبارتاجيو المعلومه لاصحابكم الناس الكل كان فما اي كومنتير ولا كاستيون خلوها لي تحت الفيديو هذا وان شاء الله نحاول نجاوب عليها في اقرب وقت ميرسي نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله